الخير، الصحة، الحب ترافق أيامكم مشاهدينا وين ما كنتوا عم تتابعونا، شو ما كنتوا عم تعملوا. حلقة جديدة من برنامجكم دامسكو عبر شاشتكم، شاشة قناة العالم سوريا. ساعة من الوقت رح نقضيها سوا أنا وعدي. سعد لي أوقاتك عدي. أوقاتك دائما شام بكل الخير. اليوم رح نحكي عن العواطف وعن الجمال وكثير من المواضيع الثانية مع ضيوف كثير مميزين وفقرات متنوعة. خلونا نشوف العناوين. بمحطتنا الأولى لحلقة اليوم رح نسأل كيف منتحكم بعواطفنا. رح نتعرف على أسباب تحول عمليات التجميل إلى هوس. رح نسلط الضوء على موهبة ولمسة خاصة بعالم النكهات والأطباق. العاطفة هي مجموعة من المشاعر والأحاسيس السامية يلي منحسها تجاه الأشخاص يلي من حولنا، لكن هي العاطفة هي بحاجة لقدرة كتير كبيرة على التحكم فيها. جن صحيح يا عدي، وبيساعد المجال العاطفي بعلم النفس التحكم باستخدام هالعواطف، وبيخلينا نتعرف على شعورنا الشخصي أكثر ونتعرف على مشاعر الآخرين اتجاهنا وكيف نضبط نفسنا وندير هالعواطف بصورة صحيحة. اليوم معنا الاختصاصية جيهان بغدادي، رح نتعرف أكثر عن هذا الموضوع. صارت معنا ضمن استوديو دامسكو، أهلا وسهلا فيكي معنا. أهلا وسهلا فيكم. يا أهلا فيكي. بداية، شو هي العاطفة يعني بمفهوم علم النفس؟ هلأ هي مجموعة من الأحاسيس والمشاعر يلي بتؤدي لتغييرات بجسمنا وبنفسيتنا. هاي التغييرات بتأثر على سلوكنا، سواء هذا السلوك اللي حيصير يطلع مننا هو سلوك جيد أو سلوك سيء، أو بشكل واعي أو غير واعي بالنسبة لهذا الشخص. شو العواطف الأساسية؟ هلأ ما كتير اتفقوا علماء النفس عن العواطف بسبب الاختلاف بالثقافات، يعني كل ثقافة في لها عواطفها الخاصة، بس تقريباً في 6 عواطف عالمية يلي هنن الحزن والسعادة، الغضب والإشمئزاز، والخوف والاندهاش. ممكن ينجمعوا عاطفتين مع بعض يعطونا عاطفة ثالثة، بس هدول هنن تقريباً 6 عواطف العالمية. يعني لفتتني القصة، ممكن ينجمعوا عاطفتين ويعني هيك عاطفة هجينة خلينا نقول. شو مثلاً؟ خلينا نعطي مثال. فينا مثلاً نقول الخوف والاندهاش ممكن يعطينا توتر. خلينا نقول نتيجة ممكن تصير تبين أكثر على تماماً على الجسد. وشو ممكن كمان؟ ممكن الحب تحت شو ممكن يندرج ويعطينا مشاعر؟ والحزن والسعادة. ممكن حزن والسعادة. ممكن حزن وسعادة، ممكن سعادة ومثلا غضب، انه انا ما فيني، يعني على حسب الشخص. تمام. طيب كيف اليوم نتحكم نحن بعواطفنا؟ اليوم خلينا نقول هي نصيحة شعبية، يعني اليوم اي حدا مثلا مضطرب عاطفيا عنده اكثر من مشكلة بيجر فيه وبيقول له يا اخي تحكم بعواطفك، فشو المقصود؟ كيف انا ممكن اتحكم فيهم؟ تماماً. هلأ التحكم بالعواطف هو فيه شيء أساسي اللي هي الفروق الفردية. أنا ممكن اليوم الشيء اللي بيشعرني بالسعادة مو لازم أنه كل العالم يشعروا بالسعادة لما هن يعملوا. فترة الحزن عندي مو ضروري أنه هي نفسها تكون فترة الحزن عندك، شدة غضبي أو أي شيء. لهيك أنا لما بيجي بمسك شخص وبقله أنه تعال لحتى أقلك كيف تتحكم بعواطفك، أنا بكون عم بسقط خبراتي الشخصية. تمام؟ بهذا الموضوع. لهيك نحن في برنامج لإدارة المشاعر وإدارة العواطف، هذا الشيء بيتحكم فيه الشخص وقدرته بشكل كبير على ضبط انفعالاته، وكمان بيتحكم في أفكاره، أفكاره عن نفسه، أفكاره عن الآخرين. حلو كتير. طب أسباب العاطفة اليوم وتحديداً بعلم النفس كيف منفصلها؟ هلأ كمان أسباب العاطفة ما كل العلماء اتفقوا عليهم. لهيك في عدة نظريات بتفسر العاطفة. هنا 3 نظريات، نظرية عصبية ونظرية فيزيولوجية ونظرية معرفية. النظرية الفيزيولوجية بتقلنا أنه نحن منعمل شغلات ردود فعل نحن منقوم فيها، هي هذا الشيء بيأثر وبتولد عنا العاطفة. مثلا أنا رحت مع رفقاتي وشعرت بالسعادة،
هاي النظرية بتفسر أنه أنا لأن عملت فعل معين وقتها شعرت بالسعادة، مو لأنه أنا شاعرة بالسعادة طلعت مع رفقاتي. في عنا النظرية العصبية، هي بتقول أنه النشاط بالدماغ هو اللي بيخلينا أنه نحن نشعر بمشاعر محددة. تغييرات بالخلايا العصبية بتعطي أوامر للدماغ بتخلينا نحن مثلا نشعر بالسعادة ولا نشعر بالحزن. أما النظرية المعرفية هي بتقول أفكارنا ومع نشاط الدماغ هي اللي بتخلي أنه نحن نشعر بهاي المشاعر المحددة. طيب اليوم يعني العاطفة فطرية أم مكتسبة؟ نحن قلنا من شوي أنه فينا نتحكم فيها، بالتالي فينا نزيدها فرضا أو نفعل عاطفة معينة هي غير موجودة. يعني لاحظ حالي أنا مثلا اليوم ماني سعيد، خلينا نقول ما عم حس بهذا الشعور، أنا قادر أني اكتسب هذا الشعور باللحظة اللي أنا بدي إياها، أم أنه الموضوع فطري وبطبيعتي؟ يعني هلأ الإنسان هو بيتكون من مثلث يلي هو الشعور والأفكار والسلوك. وقت نحن منقوم بعملية علاج نفسي أو تعديل للسلوك نحن منغير واحدة من هدول الشغلات، بالتالي هو بيتغير الباقي. لهيك اليوم المشاعر هي موجودة عند جميع الناس، بس قوتها خفتها قدرة التحكم فيها هي اللي نحن منقدر نكتسبه ومنقدر نتعلمه. تمام، هلا هي العواطف والمشاعر اذا كانت لنفسنا لنا ممكن تتحول لانانيه مع مرور الوقت ولا لا؟ هذا الشيء منيح. هلا الانانيه غير حب الذات، الانانيه وقت انا قدرانه احبك بس انا ما بدي احبك، انا بدي اياكي بس انت تحبيني. وقت انا بتمنى الخير يكون بس لإلي وانت ما بيأثر، يعني وقت بتمنى النجاح يكون بس لإلي. هي هي الأنانية، هون بتكون وقت أنا باخد وما بدي أعطي للأشخاص الشيء اللي أنا بقدر أعطي. أما حب الذات هو شيء كتير أساسي ولازم الشخص أنه هو يتعلم أنه هو فعلا يحب ذاته، يخصص ساعة بالنهار أو أي مدة زمنية هي مناسبة له لحتى هو يعمل الشيء اللي هو فعلا بيحبه، لحتى يعزز من منظوره لنفسه ومن ثقته بذاته. نعم. طيب شو هي سلبيات الشخص العاطفي أو هيك بيغالي بعاطفته؟ يعني شو سلبيات حياته وهذا الشعور عليه؟ هلا هي في ميزات كتير كبيرة، بس هلا حنحكي بس عن السلبيات يلي هي أنه هو شديد البكاء مثلا بالمواقف المحزنة أو المواقف الفرح، فهو دائما بتكون دمعته سخية، دائما بتكون هو شديد التقلب، سريع الانفعال، انفعالاته ابدا ما بيضبطها، فيها ضبط ابدا. كمان هو ما بينسى نهائيا، لان الموقف يلي بيصير فيه وبيزعجه هذا الشيء بيخليه ينسحب او ينعزل او يميل للوحده. كمان هو عنده دقه ملاحظه كثير كبيره، لان هو بيخاف انه هو يكون مصدر اذى للناس او الناس تاذي. تماما، اليوم في ضرورة لأنه نحن نضبط مشاعرنا، يعني هي المشاعر اللي بتطلع فجأة، في ضرورة أنه نحن نضبطها بعلم النفس؟ أكيد طبعا. يعني في علم النفس بيقول هيك؟ طبعا، لأن التحكم بالعواطف، التحكم بمشاعرنا، هذا الشيء بيحمينا وبيحمي الآخرين قدامنا. لما أنا بقدر أنه أضبط غضبي، اضبط حزني، اضبط كمان فرحي، هذا الشيء بيخليني انه انا اتعامل مع الناس اللي حواليي بطريقه صحيه، وبنفس الوقت كمان ما احس بالاخرين، وكمان تكون علاقتي مع الاخرين ضمن حدود صحيه لإلي ولإله. يعني ايه يمكن يكون جيد هذا الشيء ببعض الاوقات. صحيح. ومؤذي لإلنا ضبط المشاعر مؤذي. تماما، لا بالنسبة لأنه إذا ما ضبطنا مشاعرنا وما قدرنا نتحكم فيها فممكن يكون جيد بمرحلة من المراحل، ممكن لا ممكن يأذينا مثل ما حكيت. دائما نحن لازم نعبر عن مشاعرنا بطريقة متوازنة، ما نبالغ بالتعبير، وكمان نفس الشيء ما نكبت. ليش؟ لأنه الكبت بالمشاعر يعني قطعا وقولا واحدا هو رح يؤدي انه نحن يظهر عندنا مشاكل جسديه. بالنسبه لموضوع الشخص يعني العاطفي والممارسات خلينا نقول اللي بيكون فيها عاطفيه مبالغ فيها، ايمت نحن فينا نقول هي الحاله صارت مرضيه؟ وخاصه لما بتكون تتعلق باشخاص محددين، يعني انا هون تجاه هذا الشخص عاطفتي مو متوازنه خلافا للاشخاص الثانيه مثلا. تمام، هلا ايمت انا بحس باثار بالعلاقه مع الشخص اللي قدامي تعلق مرضي؟ طبعا هذا الشخص مو ضروري يكون انه هو شريك، ممكن يكون حدا من الاهل،
ممكن يكون حدا من الرفقات، ممكن حتى كثير نحن منصادف بعملية العلاج النفسي أنه بيصير الشخص هو بيتعلق بالأخصائي، بيصير ما بيقدم تجاوب من شان هو ما يصير منيح ويتخلى عنه تماماً الأخصائي. أنا إمتى بحس أنه أنا صار التعلق عندي مرضي؟ لما الشخص بيفقد قدرته على التحكم بسلوكه، بيربط اهتماماته ونشاطاته بوجود هذا الشخص المحدد بحياته. إذا هو موجود أنا رح قوم بهذا النشاط، إذا ما أنا موجود أنا ما رح أعمل شيء. قيمة حاله بتصير محددة بوجود هذا الشخص بحياته. إذا هو موجود بحياتي معناته أنا حياتي منيحة، أنا قدران أقوم، قدران أعمل، قدران ساوي. بحال غياب هذا الشخص معناته أنا ما لحياتي ما لأي قيمة. تمام، بنسمع بمصطلح الذكاء العاطفي، إحنا إمتى فينا نستخدمه لصالحنا؟ أنا لما بكون عم بتمتع بذكاء عاطفي معناته أنا عم بتمتع بصحة جسدية وصحة عقلية وصحة نفسية جيدة. كيف يعني؟ يعني أنا قدرانة أضبط عواطفي مع عقلي، مع ردود أفعالي وسلوكي، قدرانة أكون بعلاقة صحية مع الآخرين، حس فيهم كمان يحسوا فيني. هذا الإحساس بالآخرين بيوطد العلاقات وبيخليها قوية، كمان بيخليني أنا أعرف شو الأماكن يلي أنا لازم أكون موجودة فيها وشو الأماكن يلي هي بتنتهك مبادئي. ما أحط حالي بمواقف أنا ممكن فيها أؤذي حالي أو أؤذي مشاعري. ما أفضل الآخرين عن نفسي، وكمان بنفس الوقت ما أفضل نفسي عن الآخرين. هذا التوازن يلي حيصير. طيب أيضا واحدة من النصائح اللي الناس بتنصحها لبعضها بكتير حالات مختلفة إنه فكر بعقلك لا تفكر بعاطفتك. دائما في هذا الانحياز للعقل، يعني أنا تحديدا أنا شخصيا ماني دائما معه، أحيانا العاطفة يعني ممكن تلعب دور. هلا ممكن أنت تأكدي لي، فإنه فينا نفصل بين العاطفة والعقل لهالدرجة هي؟ هلا العاطفة والعقل هن ركيزتين أساسيين عند الإنسان، هن الاثنين بيأثروا على سلوكه. كمان بقول لك مثل كأن سلوك جيد أو سلوك سيء، مو لازم أنه مثلا أنا كل ما اتبعت عقلي معناته أنا سلوكي حيكون جيد ورح يكون الموقف لصالحي، أو إذا أنا اتبعت عاطفتي هو اللي حيكون الموقف لصالحي. لا، هون بنرجع من أكد على دور الذكاء العاطفي بالتوازن بين العقل وبين العاطفة. كل ما أنا قدرت حقق توازن بين العقل وبين العاطفة بشكل أكبر، كل ما كانت علاقاتي صحية سواء الاجتماعية سواء المهنية سواء الشخصية هي بتكون على مستوى عالي تماما من الصحة. ما في شيء أرجح، يعني خلينا نقول العقل لا يرجح على العاطفة بنسبة كبيرة، أم أنه توازن مطلق يعني حسب الحالات حسب الناس حسب الموقف؟ ما في مواقف هو لازم أنا حكم عقلي بالمطلق، لازم كمان شوية عاطفة تكون موجودة. وكمان مو من الحكمة أنه أنا دائماً أمشي بعواطفي وعقلي تكون مرتبة ثانية أو ثالثة. لازم بكل موقف العقل والعاطفة هن موجودين وحاضرين. قدرة الشخص هون بتكون أنه يدرب حاله أنه هو يعمل توازن بين عقله وبين عاطفته. تماماً. هل اليوم الحالة العاطفية والعواطف بشكل عام ممكن تنعكس على الحالة الإبداعية؟ طبعا ممكن تنعكس على الحالة الإبداعية، لأن الإبداع هو لغة من لغات التعبير عن النفس. بقى ممكن الشخص هو ما عنده القدرة أنه هو يعبر عن نفسه بالحكي، بقى هو بيلاقي لغة خاصة لحاله مثل الرسم مثل الكتابة مثل التأليف. لهيك كتير بترتبط الإبداع بالحالة العاطفية عند الشخص. إذا بدنا نوجه هيك نصيحة للأشخاص، يعني خلينا نقسمه لنوعين، النوع اللي يعني بيتخلى عن عواطفه بشكل كتير كبير أو ما بيعطيه أهمية بتعامله لحياتي واليومي، والشخص اللي بالعكس تماما اللي كتير عاطفي وممكن هاي عاطفيته تكون عم تأذيه بشكل أو بآخر، فبدنا نقدم نصيحة بنصيحة. هلأ منقدم النصيحة هي أنه نحن فعلاً نتمتع بالذكاء العاطفي، أنه نحن ما نلغي جانب على حساب الجانب الآخر، ونحاول نحقق التوازن بين عقلنا وعاطفتنا لحتى فعلاً تتوازن حياتنا بشكل جيد. بدنا نتشكرك كثير على هي النصائح اللي قدمتيها. شكراً كثير لك، شرفتينا.
اهلا وسهلا. مكملين معكم مشاهدينا، ورح نروح مع كاميرا العالم سوريا لرفقة تكريم وزارة التربية للطلاب المتفوقين بشهادة التعليم الأساسي لعام 2021. منتابع سوا بهالتقرير. العلم نور والجهل ظلام، وانطلاقا من أهمية عودة الطلاب إلى مدارسهم وضمن الحملة التي أطلقتها وزارة التربية في سوريا لعودة المتسربين إلى صفوفهم، وزارة التربية تكرم بالتعاون مع وزارة السياحة وصندوق الأمم المتحدة للسكان الطلاب المتفوقين من فئة التعليم باء. تفاصيل أكثر بالمادة التالية. بالتأكيد بعد 10 سنوات حرب طلاب تركوا تعليم كان مستقبلهم غير واضح، اليوم أخذوا شهادة التعليم الأساسي، يعني ممكن يصير منهم أطباء، ممكن يصير منهم مهندسين. نحن اليوم نتوجه إلى 2 مليون طفل وطفلة شرادتهم الحرب، قسم منهم موجود خارج سوريا. نحن بدنا نقول له رسالة، بلدك هي اللي بتحضنك، بلدك هي اللي بتعلمك، وأنت كل السبل مفتوحة أمامك لتكوّن مستقبلك. ثقافة التكريم وبالتفوق والتميز والترحيب بمتفوقين جدد هي سياسة في وزارة التربية، أصبحت ثقافة وممارسة. اليوم نحتفل بدعوة 98 طالبا وطالبة ليتم تكريمهم من قبل السيد وزير التربية في الجمهورية العربية السورية. من هؤلاء الطلاب؟ هم من تسربوا من المدرسة بسبب ظروف الحرب الظالمة على سوريا والأزمة التي دامت ل10 سنوات عجاف. التحقوا بعد أكثر من سنتين من تسربهم، التحقوا بالمدرسة ثانية بمنهاج الفئة باء. طبعا لكل مجتهد نصيب، تلاميذ الفئة باء اجتهدوا وثابروا وحصلوا على شهادات التعليم الأساسي نظرا لتفوقهم في هذه الشهادة، ووزارة التربية حريصة على تكريم هؤلاء المتفوقين. بتمنى والله من كل قلبي، بتمنى لكل أب وأم رجعوا أولادكم على المدرسة، ما تخلوا جيل يكون جاهل. الجهل أعمى والجهل مدمر. العلم نور، قوتنا وقوة بلدنا، ومنتحدى العالم بعلمنا وبشبابنا وبجيلنا المستقبل اللي بده يبنينا المستقبل القادم إن شاء الله. شغلة حلوة كتير يعني، ومكرمة هي من سيادة الرئيس، لأنه عطى الأولاد اللي ما لهم فرصة بيقدموا، جمع لهم كل سنة بسنتين، واللي فاتت عليه يرجع هيك على المدرسة. وأنا بعتبرها كأهل يعني شغلة منيحة إنه الطالب يرجع على مدرسته ويختصر المدة اللي راحت عليه. قطعنا عن الدوام أكثر من 4 سنوات أو 5، فلما رجعنا كان في إصرار وعزيمة على إنه نرجع نبني بداية بناء أي بلد هو التعليم. قطع مع الطلاب عندنا في محافظة الرقة 5 سنوات فعل الإرهاب، رجعنا إلى المدارس، كان طبقنا مباشرة منهاج الفئة باء، حرقنا مراحل إصرار بعزيمة الطلاب والمدرسين والمجتمع المحلي. واقع محزن وأليم جدا جدا على التربويين والتلاميذ الطلبة، على الجميع، على الأهالي، يعني الإنسان بدون علم لا قيمة له. تكرمنا لأنه متفوقين بالفئة باء مسبقا، وجمعنا مجاميع منيحة بالتاسع، والحمد لله يعني الفئة باء منيح ساعدتنا كثير لأنه راحت علينا سنين، وساعدتنا كثير الفئة باء الحمد لله، وتفوقنا بالتاسع وإن شاء الله نضل مكملين بهذا الطريق. كنت منقطع 4 سنين، انجمعت لي بسنتين، ففعليا رايح لي سنة واحدة. بفضل منهاج الفئة باء قدرت عوض معلومات قد ما فيني، وكان الفضل أكيد للمدرسة وللإدارة. لما كنا في فترة الانقطاع كنت مزعوج كثير، لأنه ما يعني راح يروح مستقبلنا، فلما رجعنا فرحت كتير كتير. اليوم صار فينا نقول عن التجميل انه صار بنسبة كبيرة ترند، وما في وللأسف في اشخاص ما بيتعاملوا معه على اساس انه هو احتياج وضرورة وشي ضروري، وهذا الشيء اكيد بالتالي رح يخلق نتائج غير مرضية. اكيد يا عودي، كمان في شريحة واسعة اليوم من الصبايا عم تلحق بخيارات التجميل خطوات المشاهير اللي عندهم ظروف مختلفة، حياة مختلفة، قد هذا الشيء خطأ او صح؟ رح نعرف اليوم كل التفاصيل مع اختصاصية التجميل واختصاصية العناية
نائب البشرة الأكاديمية سيدرا الواوي، أهلا وسهلا فيكي معنا لليوم. يسعد أوقاتكم. يسعد أوقاتكم. كيفكم؟ إن شاء الله بخير. الحمد لله بخير. أنت كيفك؟ حليانين عن آخر مرة شفتكم فيها ما شاء الله. شكرا جزيلا. دائما اللي بيشتغلوا بالتجميل يعني بيقيموا أي شيء حواليهم بالعلاقة بالجمال. تماما. إيه ما بقدر. تحول لسوسة. والله وسواس، وسواس بشع. صرت عم بتضايق من حالي انه صرت عم بعطي تقييم للاشخاص اللي عم شوفها انه هي شو عامله، بقدر فورا اعرف شو عامله واذا بدك عند مين. في منهم بيكونوا يعني قادرين بيقولوا انه مو عاملين، بيكون من كتر مو ذكي الاجراء او دقيق او صح او بجوز ملائم، فهي ما بيبين. بس مو علينا، بس مو على المختص. طيب بقدر اعرف اذا حاطه ماسك من يومين. تماما. بناء ان خلينا نحكي بعد الهواء رح نحكي انا وياك مشان اقول لك شو عامله. طيب رح نحكي اول شيء عن المعايير للاجراءات التجميليه، خلينا نقول بناء على حاله كل شخص، كيف اليوم انت فينا نحط عده بنود؟ تمام. هلا ما في معايير، ما في ابدا معايير نهائيا. المعايير ناس معينين عم يخلقوها، بس بالنهايه هذا ما انه شيء موجود من منذ الوجود. يعني هلا نحن كل عمرنا بنعرف الشجره الاغصان لونها بني والورق لونه اخضر، بس اشكالنا نحن كبشر كثير عم تتطور وتتغير، وهذا التطور الطبيعي للبشريه من وقت اللي بلشت البشريه لهلا. معايير الجمال عم تختلف، مين اللي عم يحددها صدقني ما بعرف، بس حاليا يلي عم يحددها هن المشاهير، البلوجرز، الانفلونسرز، يلي اكيد انا عندي شويه تحفظات على هذا الموضوع. بس بالنهايه الجمال نسبي، الشخص اللي انت بتشوفه حلو انا يمكن ما اشوفه حلو. ممكن هدول الستاندردز هن معايير وسطيه بين رؤيه العالم جميعا للجمال، بس قديش هي بتلبق لي وقد هي صح، قديش هي هلأ دارجة وبعدين رح تبطل ما بعرف. صحيح، لندرج كتير من زمانك موضات حواجب، موضات حتى شكل الأنف من زمان كان في تجميل، اختلف هلأ. فالعالم هلأ عم ترجع تعيد الكرة وترجع تعمل، صار في كتير هوس بموضوع التجميل اليوم. برأيك شو السبب؟ هلا يمكن طبيعة الإنسان بحب يكون تابع لشيء معين، وهذا هلا بالتجميل صاير هيك. يعني اذا انا شكل تمي او شكل انفي ما بيشبه الشكل السائد، هذا رح يخليني احس اني انا مختلفه عن البقيه. بس انا ماني مع هذا الكلام نهائيا. التميز بالجمال حاليا هو شيء كثير حلو، وهو يلي عم يعطي البعض شكل مميز جذاب اكثر، وعم يخلينا نحس انه هو في له طابع او بصمه خاصه فيه. اما الاشكال فعلا انا معكم، والله الناس كلها صارت تشبه بعضها. يعني لما كانوا يحكوا جداتنا وستاتنا انه هذا الكلام انه هي كل الممثلات بتشبه بعضها، انا ما كنت احس هيك من 10 سنين، كنت احس لا كل حدا بيشبه شكله. اما هلا الامبلا صرنا خربت بيناتهم. يعني برايك مو صح اطلاقا اليوم انه حدا يعني ماسك صورة حدا شهير وأنه أنا بدي أكون هيك، هي الحالة خلينا نقول هي بالمطلق خطأ، أم أنه تحمل نسبة صح؟ يعني أنه حق الناس بيجوز شافت هذا الشيء بيشبه أنه بيلبق لها. هلا اذا بحال في شبه حقيقي بيني وبين هذا الشخص المشهور او الانفلونسر او البلوجر، لانه كلهم هن صاروا شريحه واحده. صحيح. اوكي مو مانع اذا في خامه بتشبهها. مثلا انا بشوف حالي بشبه هي الفنانه والناس كلها بتقلي، وفعلا حسب المقاييس الجماليه في مشكله كذا مثلا. ايه مع اني ماني مع هذا الكلام، بس ايه ممكن هذا الشيء وارد. المشكله الحقيقيه بتكرار الاجراءات التجميليه للتشبه بكل مره بحدا. هون صار عندنا مشكلة حقيقية وصايرة وعم تتكرر. يعني هلا نحن بفترات سابقة كان ليدي ديانا شيب أو الملكة ديانا كانت اللي هي الجمال البارز، جسم النحيف كتير، الكتاف العريضة، الوش الناعم، الشعر الأشقر القصير، فعلا كلياته البنات كانوا بيشبهوها، بس ما كانوا يقدروا بعمليات التجميل يتشبهوا لإلها، لهيك ما كان في أذى. اما حاليا صارت عمليات التجميل هي ممكن للجميع متاحه، من ال 100,000 للمليون ليره عمليه مثلا تجميل الانف، بقى اي حدا صار بيقدر يعملها. صحيح. طب اليوم هل بنظر خبراء التجميل انه في مده معينه او فاصل زمني نحن لازم نتبعه باجراءات التجميل؟ يعني انه انا ما كل شهر مثلا ضلني عم بعمل تجميل مثلا.
مرة مثلا لبعد 3 شهور 4 شهور، ولا لا ممكن الواحد يعمل تجميل بوقت معين؟ على حسب شو قصدك بالإجراء التجميلي. إذا عمليات جراحية فإلى وقت زمني خلينا على الإبر. كإبر فرضاً نحن عنا إبر البوتوكس يمنع تكرار الإبرة أقل من 3 شهور ونص أو 4 شهور، لأنه بالنهاية البوتوكس هو مادة سامة تعمل على شلل العضلات بالأماكن اللي بتحقن فيها. إذا نحن كررناها ممكن جهازنا المناعي يحفظها وما يعود يستجيب عليها، يعمل مناعة تجاه إبرة البوتوكس. لهيك يعني هذا السبب نحن اللي منشوف أوقات اللي عاملين تجميل منشوف في مشاكل عندهم بالوش، هذا هو السبب؟ لا 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 لا، هو بس ما بيعود وشه بيستجيب للإبرة. يعني ساعتها بنضطر انه نحط كميات اكبر، وهذا الشيء بيكون غير طبي او 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 على كفاله يلي عم يحقن. لهيك نحن لما بصير عندنا بنوته عم تعيد اجراءات مثلا حقن البوتوكس تكرارا بمسافات زمنيه اقل من 4 شهور، بصير بعدين بتعمل بوتوكس ما بيعود بتاخذ النتيجه الجميله او المطلوبه اللي اخذتها اول مره، بقى ساعتها بنطلب منها تريح فتره 6 شهور أو سنة قبل تكرار الاجراء اللي بعده. اليوم خبير التجميل او حتى الطبيب قديش معه هامش يتدخل برغبه اذا فينا نسميه مريض يعني الى حد ما، قد ايه في يتدخل يقول له لا هيك بيزبط هيك ما بيزبط، ام لا اليوم يلتزم انه انا بدي اياه بهذا الشكل الانفرضا فبالتالي هيك؟ هلا هو لازم ضميريا كبشر نكون او هلا كبشر اولا لازم نكون عندنا احساس بالمسؤوليه تجاه بعض، وثاني شيء نحن كناس او كاطباء او كاخصائيين لازم نحن نكون عم نقدم النصيحه. بالنهايه كاحصاءات عالميه 1 من 5 أشخاص عملوا عمليه تجميل لقوا انه ما هم مبسوطين من الاجراء. طب هل هذا الشخص اللي من أصل 5 أو 20% كنسبة من الناس اللي بتعمل تجميل ما بتكون راضية عن الإجراءات، هل هو المشكلة من الطبيب يلي عمل هذا الإجراء؟ وأحياناً لا، هو المشكلة من الشخص يلي طلب هذا الإجراء إذا هو بيناسبه أو لا. بالنهاية نحن هلأ عم نعاني من مشكلة نفسية كتير كبيرة منتشرة بين شريحة كبيرة من الصبايا اللي هو اضطراب التشوه الجسدي، وهي مشكلة نفسية هلأ بأوروبا. تخيل أنه مثلا بأوروبا أو مثلا بدول معينة كتير بتهتم بنفسية الإنسان. إذا بحال توجهت صبية على مركز تجميل ولقوا إن هي ما أنا بحاجة لهذا الإجراء تحول مباشرة للاستشارة النفسية، لأنه غالباً هي بتعاني تمام اضطراب التشوه الجسدي. بمختصر هو إنك أنت تشوف في عندك تشوهات أو مشاكل شكلية هي ما أنا موجودة وتعتبرها مشوهة. يعني أنا كتير شايفة شكلي بشع وبطلت أتقبل نفسي، هذا الشيء عمل لي ضعف ثقة بالنفس، انعزال عن المحيط، اللجوء إلى الفلاتر والفوتوشوب بالصور اللي أنا بحطها، وغير هذا شعور بالكراهية تجاه الناس اللي ما عندهم المشكلة اللي عنديها. وهي كل يعني كل نقطة حكيتها إلى تأثيرها السلبي على المجتمع. لهيك هو اضطراب موجود وغالبا ما عم ينحل بإجراء العملية التجميلية اللي هي زعجة. يعني إذا بنوتة تعاني من اضطراب التشوه الجسدي وعملت أنفها، إذا هي بحاسة إنه أنفها فيه مشكلة، فلا تنتهي المشكلة بنهاية الإجراء اللي بتعمله، لأنه هذا المرض موجود رح يتحول لمكان تاني وخليه تكون سلسلة من الإجراءات الغير متناهية. تماما، يعني هذا اللي بدي اقول لك عليه انه مثلا اذا عملت انفه بدها تصير بدها تعمل بدها تكمل باجراءات تجميليه. هي هي اللي قلت لك، مو المشكله انه نعمل اجراء، المشكله بتكرار الاجراء. يعني نحن غير راضيين عن نفسنا، مو عن انفنا، مو عن تمنا، مو عن شكل جسمنا، هي هون المشكله بالذات. اليوم خبير التجميل كيف بيلاقي توافق بين خيار المريض وخياره؟ يعني انا شايفه هذا الشيء انسب لك، وهي مثلا بتقول لك لا انا بدي هذا الشكل، فكيف ممكن انت تقنعي او مثلا تلاقي توافق بهذا الموضوع؟ هون بتجي الثقه. يعني معظم الناس اللي بتعرفني او اللي بتلجا لي هي بتكون عارفاني انه انا ما رح انصحها الا بالشيء اللي بيناسبها، وهذا الشيء يعني اشتغلت عليه على مدى سنوات بانه اقدم للمريضه اللي بتزور العياده او اللي بتزور لاي استشاره انه لا حبيبي انت ما انك بحاجه لهذا الاجراء. لنقول 50% بيقتنعوا و50% ما بيقتنعوا، يلي ما بيقتنعوا بنحاول نوجههم لاجراءات بسيطه تساعدهم للشعور بالثقه بالنفس او انها تحس حالها عملت شيء، اما يلي بيقتنعوا بقى هدول بالغالب بيكونوا اشخاص ما عندهم هي المشاكل النفسيه. نعم،
طيب طالما قلنا انه اليوم في موضه وفي شيء دارج، يعني خلينا نعترف بالموضوع، فشو اليوم شو هي الموضه اليوم بالنسبه للصبايا اليوم؟ الاقبال على اي نوع من عمليات التجميل هلا بصراحه مثلا كشكل جسم هو اللي هلا بنسميه نحن الكونتيسا شيب او جسم الساعه الرمليه، يلي كل الصبايا عم يلجأوا له باجراء مثلا شفط الدهون من اماكن معينه واعاده حقنا باماكن معينه او استخدام الحشوات الطبيه لتحقيق هذا الشيء. يعني استغناء عن الرياضه وانه وسيله اسرع. لا هلا الرياضه بالنهايه هي عم تعطيك الشكل المثالي. لا 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 ابدا مو المثالي، شكل جسمك الاساسي قد ما انت كبرت العضله او اشتغلت عليها ما رح تعطيك الشكل يلي عم نشوفه بالتلفزيون او على الانستغرام. هذا غير انه نحن ما عم يعني هلا انا بعرف انه في شركات كتير عم تقاضي الانستغرام لانه الانستغرام هو له سبب اساسي بزياده الاقبال على عمليات التجميل بالسبع سنين الماضيه، وهذا الشيء فعلا عم يندرس وفي قضايا كتير كبيره تجاه شركه انستغرام، لانه هي فعلا لما نزلت الفلاتر وما كانت عم تحط انه هذا الشخص وشه مفلتر او جسمه مفلتر او معدل بالفوتوشوب كان الناس عم يصير عندها كتير مشاكل نفسيه. اول فتره الناس تجيب لي صورتها على الفلتر، يعني هي ما عم تجيب لي صورة فنان، هي تقول لي إن أنا تصورت بالإنستا وهيك كان شكلي، كيف بدي يصير هيك؟ هذا كمان مشكلة كبيرة. بلا خليك عم تتصوري بالفلتر لأنه أنا ما بقدر أعطيكي فلتر، مستحيل. هلا صارت سياسة الإنستغرام إنه أنت أي صورة عم تتصورها بفلتر شو من كان عم تكتب فوق الفلتر، هذا يعني نتيجة القضايا اللي هي صارت عليها، ومع هذا كله بضل عنا الفوتوشوب والبرامج الثانية. أكيد يعني بختام دهمنا الوقت وخلصت فقرتنا، بدنا نشكرك كثير على المعلومات كتير اللي قدمتنا. كثير حديث لا يمل والله منه، شكرا كثير لكم وان شاء الله بنكمل بهذا التوعيه اللي عم حاول اني اشتغل عليها ان شاء الله. شكرا كثير لك. وهلا رح نستمر بموضوع التجميل، لكن رح نشوف تقرير عن هذا الموضوع، خلونا نشوف. هوس الجمال والتأثر بالشخصيات الخيالية قد يدفع البعض إلى حد الجنون والتطرف بتغيير شكلهم من خلال عمليات تجميلية إسمان، وقد تكون تشويهية نتيجة. فمنهم من حول نفسه ليشبه سحلية، وآخر أحب النمور حتى حول نفسه لنمر. هنذكركم بأغرب عمليات تجميل اللي كانت مكلفة وكان إلى بعض النهايات المأساوية. بعد أن بدأ دينيس الأمريكي بتعديلاته الغريبة على كامل وجهه وكامل جسده واضعاً ذيل النمر أيضاً، هالعمليات كان عم يجريها على جسده إرضاءً لمحبوبته أنثى النمر لدرجة جعلته يحول شكله كي يشبهها تماماً. أما إريك استغرق 700 ساعة بإحدى أغرب عمليات التجميل وحول شكله ليشبه السحلية. فحول إريك لون جسمه للون الأخضر من خلال رسم وشم على جسده بالكامل في وقت طويل جداً، استمر أكثر من 700 ساعة. ولم يتوقف الأمر على وشم جسده فقط، بل أجرى عمليات على أسنانه لتصبح مدببة وحادة مثل الزواحف ليكسب بجدارة لقب الرجل السحلي. كان خيال جدلك غريب جداً ووصل إلى التشبه بالدمى والشخصيات الكرتونية، فاختار أنه يكون النسخة الإنسانية من الدمية الكرتونية كين، زوج الدمية الشهيرة باربي. ولكن ذلك المسار الخيالي لم يكن مفروشاً بالورود ولم يخلو من التكاليف المادية والمخاطر الصحية. الشاب الأمريكي حول جسده 100% ليشبه شكل تجميلي يشبه البلاستيك، واتخذ من الدمية كين مثالاً في إدمانه للعمليات التجميلية ليجري 190 عملية تجميلية كلفته أكثر من $250,000 أمريكي، فما كانت النتيجة سوى أنه خاطر ببصره بإحدى العمليات ليتشبه بدمية. مكملين معكم مشاهدينا، ورح نروح لأهم عناوين الصحف المحلية لنشوف عدي شو محضر لنا لليوم عناوين. تحياتي لك شام مرة تانية. البداية رح تكون من صحيفة الوطن المحلية، وجواب التجار عن ارتفاع الأسعار. عضو غرفة تجارة دمشق لصحيفة الوطن: أسعار الكهرباء ارتفعت 10 أضعاف.
شهدت أسعار معظم المواد في السوق ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأيام القليلة الماضية، وهو ما رصدته الوطن خلال جولة على أسواق دمشق، حيث بيّن بعض أصحاب المحال التجارية أن أسعار المنظفات تشهد ارتفاعاً يومياً، وخصوصاً فوط الأطفال التي ترتفع بشكل يومي، إضافة لغيرها من المواد الأخرى حتى المواد الغذائية المتداولة بشكل متواتر. مواطنون قالوا نفاجأ في كل صباح بأسعار جديدة للمواد بمختلف أنواعها، والأسعار تختلف بين محل تجاري وآخر، مؤكدين أن الوضع لم يعد يحتمل ويجب محاسبة التجار. أعاد أمين سر غرفة صناعة دمشق وريفة أكرم الحلاق ارتفاع أسعار المواد في الأسواق خلال الفترة الحالية لارتفاع أسعار مصادر الطاقة مثل المازوت والكهرباء، يلي ارتفعت أسعارها بمعدل 10 أضعاف، إذ أن الذي كان يدفع 40,000 ليرة بالدورة أصبح يدفع 400,000 ليرة، وأشار إلى وجود صعوبة كبيرة خلال الفترة الحالية بتأمين خطوط الشحن من مصادر المواد الأولية إلى ميناء اللاذقية. يعني موضوع الأسعار أكيد شام هو موضوع شائك وما له جديد مثل ما بيقولوا، وعلى أمل ينحل. رح ننتقل لصحيفة تشرين المحلية ومكتبة الأطفال العمومية نشاطات تفاعلية لافتة. بيّنت نائب رئيس مجلس الإدارة بجمعية مكتبة الأطفال العمومية باللادية ليلى شمة أنه مكتبة الأطفال عند باع طويل بالمشاريع والأنشطة من افتتاحها باللادية عام 2007، وتعد المكتبة التفاعلية الأولى في سوريا. وأشارت شمة إلى أن المكتبة أحد مشاريع جمعية قوس قزح لطفولة أفضل، ولكن الجمعية تعثرت أمورها ببداية الأزمة فأوقفت كل أشكال الدعم عن المكتبة، إلا أن المكتبة استمرت بجهود المؤمنين بهذا الشيء وهذا المشروع وتم ترخيصها كجمعية مستقلة عام 2013. وأشارت شمة إلى أن الجمعية بتهتم بالأطفال من عمر السنة حتى عمر 16 سنة عن طريق توفير الألعاب للطفولة المبكرة والكتب والقصص لفئات الأعمار المختلفة، وفي قسم خاص يعنى بالأهالي والمهتمين بالتربية. خبرنا الثالث شام رح يكون من وكالة سانا الرسمية ومنحوتات الفنان وائل هلال تحمل رسائل إبداعية سورية للإمارات. حقائب من إبداع حملها الفنان وائل هلال إلى دولة الإمارات للمشاركة بمعرض إشراقات 2022 بمنحوتات خشبية تفوح بعبق الياسمين. هلال يلي شارك مؤخرا بدولة الإمارات العربية المتحدة بمعرض إشراقات 2022 بإمارة دبي مع مجموعة من الفنانين العرب من خلال 8 أعمال نحتية خشبية بتحاكي حالات إنسانية عديدة منها الحنين، الألم والفرح. عن أهمية هذه المشاركة بالمعرض أشار الفنان هلال إلى أنه تجربة غنية ومهمة، وكان له الشرف أن يعرض أعماله بالإمارات والتعرف على شعبه الطيب والمحب، حيث تم التواصل معه ودعوته من قبل مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية بالتعاون مع مجموعة روح الفن. خبرنا الأخير رح يكون من صحيفة البعث المحلية شام. المطاحن العامة استعادت عافيتها وحاجة المخابز مؤمنة والمخازن مملوءة بالدقيق التمويني. عادت المطاحن العامة لتأخذ دورها الأساسي بتوريد الدقيق للمخابز، بل وتعدى الأمر إلى تحقيق مخزون استراتيجي من الدقيق التمويني، وهذا المخزون هو خارج حاجة المخابز بشكل عام. الجهود مستمرة بالعمل على تحديث وتطوير خطوط الإنتاج للمطاحن العامة وعمليات الصيانة الدورية والتعقيم المستمر، وأكيد دعم عمال المطاحن إن كان ماديا أو إن كان معنويا. يعني مع هذا الخبر بفائل شام على صعيد رغيف الخبز بنكون ختمنا عناويننا لليوم. يعطيك العافية يا عدي. بيقول الطبخ فن وإبداع، مو مجرد خلط مكونات معينة، وأيضا طرق تقديم الأطباق ممكن تعكس شيء من شخصية الشيف وأيضا إبداعه. أكيد يا عدي، واليوم ضيفنا جمع الفن من كل جوانبه، شيف وحلبي، ومين ما بيعرف يعني يا عدي أهل حلب واهتمامهم بموضوع الطبخ. اليوم معنا الشيف سمير جلور اللي صار معنا ضمن استوديو دامسكو. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم أنتو، وبيشرفني يكون معكم بالاستوديو، والسعادة مضاعفة أنه أنا موجود بسوريا ومع شباب مثلكم هيك طموحة وعم تشتغل حالها. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم. بداية نحكي عن دخولك لعالم الطبخ وأيضا بالتزامن مع مجال دراستك وتخصصك. هلأ أنا ابتديت فيك تقول بسبب الغربة، أنا تغربت من شي 16 سنة، طلعت على دولة الإمارات، فبحكم الغربة نحن مضطرين يعني يا بتعمل أكلك بالبيت يا بدك تأكل من برا. عن طريق الصدفة اكتشفت الموضوع انه انا عندي نفس طيب،
حلو. وعلما انا كنت بعيد كل البعد عن اني فوت على مطبخ او فوت على لحام او يعني كنت مدلل فيك تقول وانا تفاجأت انه عندي هذا الشيء من خلال اكثر من طبخه عملتها لرفقاتي واللي كنت ساكن معهم فقالوا لي عندك نفس طيب وبلشت اطور بحالي لوصلت ب 2018 هنيك لما الحياه اخذت منحنى مختلف من جديه كان هو عباره عن يعني موهبه وعم بتسلى فيها صارت جديه القصه لما اتصلوا معي فتافيت اكيد الكل بيعرف فتافيت وكانت بالنسبه لي هو مثل حلم على شبه انه بعدني عم بحلم او هو انا صار واقع فهنيك عرفت انه انا طموحي بلش صار يصير حقيقة صارت القصة جد جدا جد وصار عندي مسؤولية لانه لما انت بتصير لمرحلة انك بتفوت فتافيت صرت مسؤول انك انت تطور وتحافظ على نفس الشيء وتتقدم لقدام لانه اذا بدي ضل بنفس المحل يعني رح كون عبارة عن شخص ورح انتسى بس دائما معروفين يعني اهالي حلب باهتمامهم بالمطبخ بيحبون للطبخ صحيح. بنفسهم الطيب وحضرتك من عائله مهتمه بالطبخ صحيح يعني صحيح. في جوانب بالعائله جدا في موروث صح طب قد ايه قدم لك هذا الشيء دافع انك انت تستمر بهذا الشيء هلا اكيد قدم كثير بابا بمجال من 25 ل 28 سنه بهالمجال خي شيف اكاديمي دارسه وماما نفسها اسم الله يعني نفسها بجنن مثل امهاتنا كلياتنا هذا الموضوع اكيد لعب دور كبير ولليوم انا مرجعيتي ماما انا بحب لانه اقدم الاكلات اللي انا بتذكرني بالطفوله بتذكرني بحارتنا بالبيت بالبلد فبسال ماما تعطيني الاساسيات وانا منها باخذ سكه على العلم انه في حدا اكاديمي بالعائله جدا هذا الموضوع كثير شيء حلو شوف في أكاديمية شيء ومع أنه خيي بيشتغل شيف شاطر اللي في شغلات تفاصيل لما بعمل كميات كبيرة بلتجئ لأخوي لأنه أخوي بيشتغل بمطعم فبيعرف الكميات الكبيرة بس دائما بحس أنه أنا أقرب لماما أنه ماما مرحبا بدي واحد اثنين ثلاثة أربعة يعني بتحس الأم غير تماما نفسها على الطبخ غير بتحط المقادير هيك كيف ما كانوا بيزبط تطلع على الليبرة بس كل مرة بتطلع الأكلة طعمة ماما بتقلي أبني أنا ما بتذكر بقلنا ماما لأنه أنتي ما بتسجلي هي بس أكيد أمهاتنا الله يطول بعمرهم تماما يعني خلينا نقول نستثمر هيك ونستغل أنك شيف ونسألك عن اصطلاح النفس يعني اليوم ما المقصود بالنفس شو يعني نفس طبخ اليوم مكونات معينة بمقادير معينة لكن مع الشيف سمير شيء مع عدي شيء تاني صحيح. لماذا؟ بعتقد مثل ما أنتوا بارعين بمجالكم عندكم لما أنت بتفيق الصبح بتشوف حالك أنه أنا عدي الإعلامي أنا مذيع أنا هي شخصيتك هذا أنت بتنام هيك وبتفيق هيك فإذا أنا اليوم بدي أقرأ مثلك أمسك محاور معينة أو بدي أقدم برنامج ممكن ما أنجح النجاح تبعك السبب أنه أنت هذا جزء من شخصيتك لما نقول كلمة نفس قديش أنت عندك شغف بالموضوع ومثل ما بنعرف أي شيء بنعمله بحب بيوصل للقلب أكيد فبعتقد حب الشيء هو أساس شيء كبير بكل شيء بنعمله بشغلنا بحياتنا اليومية بالطبخ بأي شيء حلو كتير حلو أنا حسيت بأطباقك كتير بتهتم بالتفاصيل بالألوان فينا نقول هيك الأطباق يا عودي أشبه بلوحات فنية تماماً يعني فعلاً يعني بتخجل تاكلها يعني ما بحب أكلها بحبني قاعدة عم صورها لا العين تاكل قبل التم صحيح كيف بتحصل على هاي الأفكار يعني مين بتجيبهم هاي الأفكار تنسيق الألوان هاي التفاصيل كلها هيك خبرنا سؤال كثير حلو هلا الالوان ما بتجي من مصدر معين وانما انا بتابع كثير شيفيه عالميين حلو وحتى شيفيه سوريين بس بمستوى عالمي لما بقول عالميين مو يعني عايشين برا وانما عندهم الاطلاع الكبير ومعلومات كبيره وبالتالي بتعلم منهم التكنيك هلا التكنيك لما نحن بنقوى بالتكنيك بنقدر نعمل اي شيء بالصحن ولما بنفهم مكونات كل صحن شو بتجانس بالنكهة نقدر نبدع بشكل تلقائي ويمكن ربنا كمان أعطاني موهبة يمكن هدية من ربنا أكيد يعني أنه عندي بعد نظر بالألوان أيام كنت بقدم شغلات جميلة باللون ولكن بالطعم مو كتير متناسقة لما أنا بجربها مع الوقت ومع التجربة ومع التدريب
صرت شوف انه هون لازم اعدل الغايتين. صحيح، يعني هو جزء من موهبتك بتحس ترتيب الاطباق. وكثير بشتغل حالي صدقوني شام وعدي كثير، لدرجه انه كنا بحضر فيلم تطلع اكله بوقف الفيلم جد بفوت على جوجل بكتب شو كان في اكلات تقدمت بهذا الفيلم وبلش بروح بعمل ريسيرش بعمل بحث عن الاكلات ولاتعلم تفاصيلها، مو المكونات وانما التفاصيل كيف بتنعمل. تماما. هون بقى نحن كل ما وسعنا عمليه البحث تبعنا واشتغلنا حالنا اكثر كل ما زاد حجم يعني الموهبه والهديه موجوده، بس شغلتنا نحن كبشر واجبنا ننميهم ونطورهم. طيب اليوم العالم عالم الطبخ يعني ينقسم الى شرقي وغربي اذا بتصوب لي الموضوع، او ممكن يكون في مطابخ ثانيه. اليوم شيف سمير يعني يصنف حاله وين تماما؟ شيف سمير ما اعرف انا بعتقد انا لا انا شرقي وانما عم بغرب الشرقي بدون ما انا ادقر العامل الاساسي بالصحن نفسه بالاكل نفسه. انا هدفي انه مثلا من فتره قدمت شنغليش قدمته بورق البقلاوه عملت معه صوص فينيغريت بالبقله والحصرم. طب ما نحن مستعمل بالاكل الشرقي حصرم وبقله وشنغليش وبقلاوه، بس البقلاوه ما كانت حلوه ملحتها. هون بقى انه انا الصحن كان غايتي انه هي نحن يعني العفو بنقول شنغليش أكلة الدرويش وبسيطة وبسيطة وما بدي أحط الزيت وخالصين. لا ليش ما بتقعد أكلة الشنغليش تتقدم ماذا بمطعم راقي بأي دولة في العالم؟ فهو أنا بحسها رسالة بدي أخذها ووصلها. كنت عم تصدر هي المأكولات البسيطة صحيح. على أنها تصير تحمل صفة العالمية صحيح بآخر. صحيح، لأنه يعني أنت المطبخ السوري من أقدم مطابخ العالم، عنا تاريخ مخيف من أطيب. وطبعا وانا ما تنسى مثل ما تفضلتي انت حلب، الحلبي يعني اهل حلب المحاشي والكباب. وانا انا انا سرياني الاصل، فكمان المطبخ السرياني سرياني مطبخ انا من رها، فالسريان الرها عندهم اكلات يعني مثلا الكبه هي موجوده بالسريان من زمان القرن الاول وتطورت وتطورت تغير مكونات صغيره. فانا عندي رسالة من كذا محل، حسيت أنه عندي الموهبة وعندي الهدية من ربنا، طب أوكي ليش ما بشتغل عليها؟ وعم بحاول أشتغل على الموضوع قدر الإمكان، أوصل لمرحلة معينة، ولكن بحس أنه لازم لسه أشتغل حالي كتير أكتر. حتى هلأ تذكرت النيفيك بظن كان اسمها الأكلة شيء؟ نيفيك أو ما شابه أكلة سريانية، هي عبارة عن سلق صح؟ نيفيك هيك اسمها بظن، أو فيها حرف الفي بشكل أو بآخر ما بتذكر شيء سرياني ما بتذكر شو الأكلة بالفي. شوف اليوم في أكلات ما بتحبه يعني اللي بيطبخوا، هل هن لهم مراع على أنهم دائما يأكلوا وبيحبوا الأكل ولا لا؟ أنا شخص كان عندي مشكلة مع الأكل بكل شيء بشكل عام، منقف لما تغربت بدك تأكلي كل شيء فتغيرت. هلأ بعتقد أنه أنا ما عندي ولا أكلة ما باكلها إلا شغلة واحدة هي اللي ما بستسيغها كثير، الباذنجان المسلوق او لما بنعمل مقلوبه مو بيقلوا الباذنجان، انا كثير بهرب من عمليه القلي فبحسها بتصير كثير ثقيله، فما بستسيغ الباذنجان المقلي، ولكن انه ما باكله لا باكل كل شيء للامانه. ولما تضطر يعني تشرك خلينا نقول هي الماده بالاكل كمان بتنجح الاكله عادي حتى لو انت ما بتحب الباذنجان؟ طبيعي جدا. هلا انا لا بحب الباذنجان ولكن باشكال معينه بطريقه تحضير مختلفه. بس اكيد تفرض طريقتك خلينا نقول تنجح، لانه بالاخير اليوم نحن عدي وشام لما نحن عم نقدم شيء ممكن نحن هذا الشيء اللي عم نقدمه ما بيناسبني إلي، بس انا عندي وظيفتي اوصل هذا الشيء للعالم، فانا ماني محور الدنيا صحيح. في غيري عنده ذوق بحب. مختلف صح. فانا واجبي اوصل هذا الشيء للطرف الثاني. هلا هو استساغه او لا هذا موضوع مختلف، موضوع ثاني، فلازم اقدم كل اللي عندي مثل ما حكينا النفس بحب والباقي يعني بعتقد طيب. بيجي لحاله. منشوف اليوم انك عم تتجه باطباقك للشيء الصحي اكثر، للاطباق الصحيه، هذا الشيء صح ولا لا؟ صحي لا. هلا اوكي انا بتجي للشيء النظيف بالاكل. في فرق بين انه انا استعمل مثلا مكونات الشوفان و و و او كيتو، طبعا هو مو غلط، وانما انا اللي لفتني انه قلت انت ما بتحب تقلي الباذنجان صح. في تكنيك ثاني ممكن تستعمليه بدل ما تقلي الباذنجان، هذا من الاطلاع
ممكن نحن نعمل عمليه بلانش مثلا لاي شيء، بعدين نعمل له سوتيبل بالزيت والزبده مع بعض. نوعيه المواد المستخدمه تلعب دور كثير كبير، معرفتنا ب قديش تماما وقديه لازم نطبخ الموضوع. يعني بلاحظ كثير في اغلاط مشاع بالوطن العربي اللي هو بسموه اوفر كوكينج، الطبخ الزائد. فلما بنطبخ شيء كثير بنخسر كثير من فوائده ومن نكهه وبكل شيء. فلازم تتعلمي مع الوقت وين توقفي وقديه تعطي حراره وهالتفاصيل الصغيره هي اللي بتفرق شيف عن شيف يعني. حلو. نعم. طيب اي شيف من النهايه يعني بيمر بلحظات وخاصه بدايته، طبخه ما بتزبط، مكون ما عرف استخدمه صح، حتى موضوع مثلا مده الطهي اكيد هي موجوده على طول، خلينا نقول ممارسات حياه الشيف، لكن بالبدايات اكيد بتصادفه بشكل كتير كبير، فكان فينا نسميه فشل الى حد ما، هي لحظات فشل، وكيف تعاطيت معه واستثمرته؟ هلا من خلال غربتي تعلمت شغله واحده، انه if there is a will، في مثل انجليزي بيقول if there is a will there is a way، بما معناه انه اللي عنده اراده في طريقه اكيد. فشلت بكثير اكلات، لليوم بفشل باكلات، لتاريخ اللحظه بفشل باكلات، لانه انا عم علم حالي، عم بعتمد على حالي، عم بعتمد على معلومات. بس الشيء اللي انا تعلمته بفشل لما انا بقول خلاص ما عاد فيني، هون انا باكد انه انا فشلت. طول ما انه انا عم بحاول وبطريقه مختلفه فانا معناته رح اوصل لنتيجه بهذا الشيء. صحيح صحيح، يعني طبيعي ببدايه اي شيء نحن بنحبه او بنحلم فيه طبيعي بالبدايه انه نحن نفشل ونرجع نوقف، وكثير ايام ممكن، لانه بالاخير هو له علاقه بالمشاعر عدي، مثل اي انسان ثاني. انتم بمجالكم ظهورنا الاول ما له مثل ظهورنا اليوم، وبعدين انت مثلا قدام الكاميرا مضطر تعطي كل شيء اللي هو البادي لانجويج، البسمه وكل شيء. ايام بتكون صدقا بلحظات تراجيدي بالعائلة، موقف معين، يعني نفسيتك وقت تكون تعبانة بتأثر على الطبخة؟ مليون بالمية بتأثر على الطبخة، إذا بدك تنشيط الشعر بتأثر عليها هالقد. فكيف الطبخة، لأنه أنت جواتك عم تعطيه للأكلة، فإذا جواتك ما أنه مرتاح كيف تطلع معك أكلة صح؟ بس مبدأ الحياة يعني. حلو كتير. طب شايف انت صار لك 15 سنة بدبي، 16 سنة بدبي، واليوم انت حضرتك بالشام بزيارة. شو قدمت لك الغربة؟ اختلاف الثقافات اللي كان موجود برا شو عطاك أكتر؟ هلا الغربة هذبت شخصيتي، وسعت آفاق معرفتي بشكل عام، خلتني أعرف انه أنا مو إذا الشيء اللي أنا بعرفه هو بالضرورة يكون الصح، في آراء تانية لازم أتقبلها، رأي ورأي ثاني صحيح، ولازم اشتغل حالي لأكتشف انه في شيء جديد. لانه اكبر مشكله انا لما طلعت بعمر صغير 21 22 سنه، طلعت انا بفكر ابو العريف وبعرف كل شيء. لما طلعت على بلد بحجم الامارات في اكثر 270 جنسيه، اكتشفت انه انا نقطه بكوكب مخيف كبير واسع، قديش بحاجه لنتعلم، قديش بحاجه لنعرف. صحيح جدا. فمع الوقت شام، وهذا سؤال كثير حلو للأمانة، مع الوقت صرت أتعلم أنه أنا كل يوم لازم أتعلم شيء جديد، ومو أنا صح، في غيري عنده وجهة نظر، لازم أخذ الطرف الثاني بعين الاعتبار لأقدر أخلق عملية تواصل. إذا أنا بدي أطور شخصيتي لازم أتقبل. صحيح. للأسف بمجالي كثير بتعرض أيام للنقد، أيام بيكون نقد بناء جدا، وأيام بيكون نقد بس بحب النقد. بحب النقد. أكيد تعرضوا نفس الموضوع. هذا بنعرفه تماما. لكن يعني خلينا هيك نروح بمحطة أخيرة. اليوم لما نفتح فيسبوك نحن، أنا تحديدا، من أكثر الفيديوهات اللي ممكن. دائما من عشاق الطبخ. شخصية يعني كثير بحب يحضر أنا الفيديوهات. أنا ودائما متابع بعض على السوشيال ميديا، شخصية مهذبة ومحترمة وبحكيها بكل أمانة. بخير إياك، شكرا جزيلا. فاليوم بقى تحديدا عم قلها للشام، عم تشوفني عم شوف فيديوهات طبخ لها على التعيين، ما في فيديو تقريبا أنا ماني شايفه. فعم قلها إنه لو إني بسمن على قد ما بشوف كنت هلا أنا كثير بصحة جيدة، يعني من كثر ما بشوف فيديوهات. اليوم شايفية كثير على السوشيال ميديا. قديش هي عم تخدمكم كناس عم تشتغل بهذا المجال، وقديش لا؟ وانا بظن بملاحظتي هي من اكثر الفيديوهات بتلاقي رواج، الناس كلها تجتمع على حب، يعني الناس اذا ما بتحب الاكل بتحب الطبخ، فالناس كلها يعني اليوم تجتمع على حب. اذا مو الطبخ شكل الشيف كمان احيانا صحيح، او لهجته او طريقته. صحيح. سؤال جميل. السوشيال ميديا. شوف السوشيال ميديا فيك تقول هي عامل اساسي لمهرب منه
لأنك توصل لليوم، لأنه إذا أنت مانك موجود أونلاين، إذا أنت مانك موجود على السوشيال ميديا على الإنترنت، مثل حدا كتير شاطر ومخبي حاله بغرفة فما حدا رح يعرف عنه. صحيح. ولكن سلاح ذو حدين، عطت شهرة لأشخاص من دون محتوى، وما عندي على التحديد ما بعطي ذو حدين بالنهاية، هذا حقيقي. وهالأشخاص اللي ما عنده محتوى عنده متابعين سبحان الله، وفي ناس عنده محتوى جميل وعم تشتغل حالة كمان عنده متابعين. السوشيال ميديا عم تخدم الطرفين. هلأ أنا بعتبر السوشيال ميديا بالنسبة لي كمان مسؤولية، هي ما أنا بس وسيلة لأعمل تسويق لأسمي لطبخاتي لأكلاتي، لأنه أنا اليوم لازم أكون بمظهر حسن، في أشخاص بتتابعني فأنا بسموني إنفلوينسر لألون، فأنا عم بأثر عليهم إن كان بلبسي بطريقة حديثي بصوري الشخصية بأي شيء، فما لازم أعطي صورة مغالطة للناس اللي عم بتتابعني لحتى هني يحاولوا يصيروا مثلي وأنا بالأساس شخص مختلف، ويعني في نفاق، عرفت كيف؟ صحيح. فقدر إمكان بحاول إن أنا أحافظ على مبادئي وشخصيتي اللي هي بالحياة الشخصية تكون مثل ما هي على السوشيال ميديا، قدر إمكان يعني أحاول هذا الشيء. حلو كتير، يعني للأسف داهمنا الوقت وخلصت فقرتنا للهون. كتير استمتعنا بالحديث معك، نتمنى لك كل الصحة والتوفيق، وإن شاء الله هيك وين ما بتحب تصل. وإن شاء الله يا رب لقاء تانية، وعن جد بتشكركم، سعادتي كتير كبيرة أنه أنا بسوريا وماكن لايف. كل الشكر لكم يا عدي وعشام. شكرا كتير لك، وإن شاء الله توصل بالسلامة على دبي، ويعني لقاءاتنا الجاي أكيد في حال عودتك، وأيضا نحن سبق وتواصلنا يعني مع حضرتك لما كنت بدبي. شكرا جزيلا لك، شكرا لكم وسلام للجميع. شكرا كتير. ومع هذا الجمال والإبداع ويعني النفس والنفسية الرائعة بنوصل لختام هاي الحلقة من دامسكو بمحطاتها أكيد المختلفة. شام بتقول هاي الحلقة جوعتنا إلى حد كتير. أنا صار عبالي كتير دوق أكلات الشيف. لهون مشاهدينا بتكون خلصت حلقتنا، إن شاء الله هيك قدرنا نقدم لكم الفائدة والمتعة، وأكيد ما تنسوا تتابعونا عبر السوشيال ميديا لأي استفسار بدكم إياه. ضلوا بخير، إلى اللقاء.